انه في يوم السبت الموافق 10/8/2013 بمنزل الاستاذ علاء السبيعي ناحيه بني احمد بمحافظه المنيا بين كل من الطرفين، اتفقت اللجنه على الاتي: قبول لجنه التحكيم نمره 2 التنازل عن جميع القضايا المثاره في المحاكم واقسام الشرطه. هناك شرط جزائي يقدر ب 2 مليون جنيه على اي من يتعدى على الطرف، وقد وقف هذا الشرط ويرجع هذا الشرط الى اللجنه حسب التقدير على حسب وجود شهود واداء اليمين. من يتسبب في نشوب اي فتنه بين اهل البلد الواحده يكون مرغما بالخروج من البلد وبرضاء الطرفين وبالخروج بعد الرجوع للجنه وصدور حكم بذلك. تكون لجنه من اهالي قريه بني احمد الشرقيه مكونه من 8 افراد على ان يذكر اسم هذه اللجنه بعد جلوس الطرفين مع بعضهم، وتقوم اللجنه بنبز الفتنه في وقتها. تكون دار العبادة سواء كان المسجد أو الكنيسة بعيدا عن أي المشاجرات والفتن، وتكون دور العبادة خط أحمر للجميع. هذا الصلح يجب ما قبله من خلافات قديمة وأصبحت صفحة بيضاء. إن الصلح سيكون بين الطرفين، لا ما فيش حد يدفع حاجة، إنما إحنا ناخد شروط على كلا الطرفين. من يبدأ بالعنف مرة أخرى سيتم تغريمه مبلغ كبير جدا من المال في وجود لجنة هي اللي هتقر هذا المبلغ. لا بص، بالنسبة لأهالي القرية هم جميعا هم هيتحملوا هذا العمل، لأنه ما فيش تعويضات من المحافظة، ولو طلب من المحافظة أي تعويضات نحن جاهزين لسد التعويضات. هل تم الضغط سيادة اللواء على أضباط بني أحمد للجلسة الصبح؟ لم يتم الضغط بتاتا، الجلسة برضا وبجانب يعني من الطرفين بالعقلاء من الطرفين. هناك بعض أضباط بني أحمد مش راضين عن الصبح. ده كلام مش مظبوط، بتهيألك أنت بتقول الكلام ده، هات لي واحد قال الكلام ده. اللجنة التي أقرت هذا المبدأ دخلت بيت بني أحمد الشرقية وأقر الصلح وكله في حالة رضا. هذا الكلام مغلوط تماما. أضباط بني أحمد المعتدين عليهم والمتضررين ما قالوش إن في حد جه عندهم البيت. مين اللي قال الكلام ده؟ أنت بتقول الكلام ده من عندك. سجلنا معاهم سيادة اللواء. خلاص، الكلام ده لو فيه أي تظلم يجي لنا وإحنا نقابله بصدر رحب ونقدر نخلصه بإذن الله. سيجري تم الاتفاق للتنازل لكلا الطرفين في وجود لجنة ومنع أي مشاحنات بين الطرفين. جلسة الصلح هي فعلا يعني كويسة، ونشكر ربنا ان هي تمت على خير وسلام، وده طبيعة الشعب المصري ان هو يعيش، طبعا ان هو يحب يعيش في سلام ومحبة. ربنا هو اللي هيعوض كل واحد ان شاء الله. طبعا هو كمبدأ كبداية كويسة، لكن لازم القانون ياخد دوره ويتفعل ويكون القانون هو اساس. لكن جلسات الصلح دي بتعتبر في قرى زي بن احمد دي بتبقى حاجه يعني في عادات وتقاليد. قلت قبل كده ان احنا حاولنا ان احنا نخرج هذه الجلسه عن النمط الشكلي والعرفي السائد بين الناس للمصالحات العرفيه، حاولنا ان تكون هذه المصالحات مبنيه على رضا كبير من كل الاطراف، جمعنا كل الاطراف المتنازعه وجلسنا معهم ووجدنا عندهم قبولا كبيرا للصلح. يعني احنا بنود لجنة الصلح لعلك سمعتها مش مبنية على فكرة ان هما طرفين، لكن مبنية على ان هم مبنية على ان المجموع لابد ان يتعاون على نبذ العنف واخراج من يريد ان يؤجج العنف، وخاصة في مثل هذه الاماكن. اتفقنا في جملتنا انه اذا واحد من اهل البلد مسلم او مسيحي اراد ان يشعل فتنه بين الناس، اذا اتفق اهل البلد على اخراجه من البلد، يعني اتفقوا جميعا على اخراجه، فانه يخرج من البلد بعد اقرار لجنه التحكيم بذلك، علشان ما يبقاش في واحد في البلد مفسد لجميع اهل البلد. لا يمارس علينا احد ضغطا، ولن نسمح لانفسنا ولا لكرامتنا ان يضغط علينا احد. لا، انا مسؤول الجماعه الاسلاميه، الجماعه الاسلاميه لا تقبل أن يضغط عليها أحد، إحنا ضغط علينا شيء واحد بس، ما نحمله في قلوبنا. الضغوط على الأقباط حتى يتم جلسة الصبح. هل تم بالفعل ضغوط عليهم حتى يتم جلسة طيب الصبح؟ طيب، الأصدق في الحديث عن ذلك الأقباط فليسألوا، لكن نحن يعني إحنا شعرنا في أنفس الناس أنهم يحبون الصلح ويسعون إليه، ولو لم يكن هذا المعنى موجودا في نفوسهم ما تدخلنا.
عايز اقول لهم حاجه واحده بس، ان هم دائما في المشاكل يحكموا عقولهم ولا يحكموا عواطفهم، لان ما فيش مشاكل طائفيه، ما فيش حاجه مبنيه على ان ده مسلم ومسيحي، دي حاجه مبنيه على اننا احنا اتخانقنا على بيت، على شارع، على واحد بص لواحد، فيبقى نتعامل معاها في هذا الاطار، ما نتعاملش معاها في ان ده مسلم اهان المسيحيه ولا مسيحي اهان المسلمين، لو تعاملنا معاها في الاطار ده تتحرج البلد.